طيب حنا بدنا نكريت الموديول الخاص بينا لتخزين البيانات الجاية من الفورم هنا. طيب هنمشي على الموديولز. اوكي هنقول class to do هنقول models dot model يكون عندنا text يكون equal to char field اللي هو models dot char field. اوكي هيكون عنده max length نقول 120. اوكي وحيكون عندنا done field. اوكي حيكون models dot models dot boolean field. اوكي حنقول default equal to false. تمام نقول def score str score self return text self.text. اوكي قول save. اوكي تمام بعد كده نعمل register للموديول بتاعنا هنا في الادمن. هنقول admin dot site dot register admin.site.register and go register لشنو لي add to do model بتاعنا. هنقول هنا نعمل له import from the models import to do class. نعمل save قل له نعمل اي شيء لازم نجي هنا على database على الterminal هنقول شنو make migrations عشان يعمل التغييرات عندنا في الداتابيز. اوكي بعد كده هنقول migrate migrate تمام تمام بعد كده نعمل run للسيرفر بتاعنا نرجع على السايت بتاعنا. هنمشي على شنو على الادمن بانل نشوف اذا كريت الموديل بتاعنا ده ولا لا. تمام هو ده التو دو موديل بتاعنا. هنقول اد هيكون عندنا تو دو 1. اوكي هتكون تشيكد سيف انا هذا النظام. هنقول تو دو 2 هتكون ان تشيكد. هنجي نعمل add لواحدة ثالثة اللي هي هتكون شنو to do 3 save. تمام طيب نعمل view للسايت بتاعنا. اوكي تمام هنجي نعمل render للداتا بتاعتنا اللي ادخلناها دي هنا عندنا في التمبلت بتاعنا. طيب نمشي على ال views هنجي نقول from the models import to do. طيب هني هنا ننشئ الكويري سيت بتاعنا قول equal to to do dot objects dot all. اوكي طيب بعد كده هني نمرر الكويري سيت بتاعنا للكونتكست. هني نقول كويري سيت equal to query set comma save. تمام بعد كده هنجي نمرر الكويري سيت بتاعنا او الفاريبل للتمبل بتاعنا. هنجي نعمل فيكس للحاجة دي بعد شوية. هنجي امرره هنا. هنجي نقول شنو فور لوب فور لوب. طيب تمام فور لوب. طيب فور او بي جي ان نقول كوي ريسيت. اوكي
query selector. Now it's query set. تمام. For obj in query set. بعد كده من library int لشنو obj dot text. نقول li. هنا هنقول slash li. نعمل save. الستاتيك داتا هتكون تحت والدايناميك داتا هتكون فوق. هنا عمل reload. alright طيب object not object it's object object طيب عمل reload هنا. اوكي طبعا زي ما شايفين 1 2 3 هي دي الداتا بتاعتنا. اوكي طبعا كل ده عبارة عن شنو لسه عبارة عن GS. تمام في الدرس الجاي حنبدأ نعمل كاستمايز للتمبلت بتاعنا. السلام عليكم.